شخصية اليوم ليست شخصية عربية، لكنها أتقنت اللغة العربية وكتبت معظم كتاباتها باللغة العربية، لذلك أردنا أن نسلط الضوء عليها في هذه الأمسية. إذن فيلسوف وطبيب وعالم، من أكثر الشخصيات الفلسفية والأطباء تأثيرا في العالم الإسلامي وأوروبا في العصور الوسطى. درست كتبه واكتشافاته بالطب في جامعات أوروبا حتى القرن السابع عشر. لقبه الغرب بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث، إنه أبو علي الحسين بن سينا. ولد في أفشان القريبة من بخارى. في سن العاشرة ختم القرآن الكريم وأصبح بارعا في اللغة العربية وآدابها، ثم اتجه إلى دراسة الشريعة الإسلامية والفقه والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية، وبقي فيها لمدة 6 سنين، ثم أصبح طبيبا في سن 18، إذ بدأ بدراسة الطب منذ 13 من عمره. قام ابن سينا بمعالجة السلطان منصور بن نوح بعد أن أصيب بمرض نادر حير أطباء المدينة، فكافأه السلطان وسمح له بالدخول إلى المكتبة السامانية الملكية الخاصة به، ما ساعد ابن سينا في تعلم الفلسفة والعلوم، إذ بدأ في الكتابة في عمر 21 في مجالات عدة كالرياضيات والهندسة وعلم الفلك والفيزياء والميتافيزيقيا وعلوم اللغة والشعر والموسيقى. يعتبر المجال الطبي سبباً لشهرة ابن سينا، خصوصاً كتابه القانون في الطب الذي يتكون من 5 مجلدات ويعد موسوعة شاملة للمعلومات والمعرفة الطبية. شرح فيه الأمراض التي تصيب الإنسان في جميع أنحاء جسده. ظل كتابه القانون في الطب المرجع الرئيسي في علم الطب في الجامعات الأوروبية ل7 قرون متتالية. ميز بين الشلل النصفي ووصف السكتة الدماغية، وأول من وصف التهاب السحايا. أول من أدخل العلاج النفسي إلى عالم الطب، وبين أثر الأمراض العقلية على سائر الجسم وأعصابه. أظهر براعة لا مثيل لها في الجراحة، مستخدما الكي والنار لإيقاف النزيف. اتبع ابن سينا في الفحص والتشخيص والعلاج الأساليب ذاتها المتبعة اليوم عن طريق جس النبض والقرع بالأصابع فوق جسم المريض لتحديد بعض الأمراض الباطنية، والاستدلال بالبول والبراز لمعرفة بعض الأمراض. وضح أيضا أجزاء العين على نحو دقيق وشرح العصب البصري. جراح ماهر أيضا في استئصال الأورام السرطانية وشق القصبة الهوائية واستخراج الحصوات الكلوية. يقال إن ابن سينا هو أول من عزى جنس الجنين إلى الأب، الأمر الذي أثبته مؤخرا العلم الحديث. بالإضافة لإنجازاته في مجال الفيزياء والفلك والموسيقى وعلم النبات والرياضيات. توفي ابن سينا في عمر 58 بسبب مرض في جهازه الهضمي، وتقول بعض الروايات إنه ربما مات مسموماً، وتصدق بجميع ما يملك للفقراء قبل وفاته. شكراً لطيب المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة عن إسهامات جديدة.